بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة شعب التسجيل الطبي وإحصاء الفرقة التانية، هنبتدي دلوقتي مع بعض نشرح شابتر رقم 3 في مادة الحاسب الآلي المتقدم بعنوان Word Processing. هناخد مع بعض دلوقتي Part 1. أول حاجة عندنا Working with Word, Editing and Formatting Text, Formatting Option, Spell Checker, Working with Tables, Image and Objects, Printing Preparation, Printing, Useful Keyboard Shortcut. أول حاجة عندي الانترودكشن المقدمة بيقول لي إيه؟ As you have studied in computer basic courses in Microsoft Word allows you to create and edit personal and business documents such as letters, reports, invoices, emails and books. In this chapter, we review its features and explain other advanced ones. يعني بقولك كما درست في دورة أساسيات الكمبيوتر اللي هي كانت في الترم الثاني في سنة أولى، يتيح لك برنامج مايكروسوفت إنشاء وتحرير المستندات الشخصية والتجارية مثل الرسائل والتقارير والفواتير ورسائل البريد والكتب. في هذا الفصل نقوم بمراجعة مميزات وشرح المميزات المتقدمة الأخرى. أول حاجة عندي الـ Working with Word بيقول Open an existing document، يعني هفتح ملف بالفعل موجود على الهارد ديسك بتاعي، بمعنى أن أنا كنت فاتحة Word وأنشأت ملف وديته اسم وديته مكان وكتبت فيه بعض الأشياء. فبدلوقتي بيقول لي إزاي أفتح الملف ده. بيقول لي With the Microsoft Word program already opened، يعني برنامج الـ Word مفتوح بالفعل. أول حاجة أروح Select File Menu then Select Open، يعني أحدد قائمة ملف ثم أحدد فتح. An open dialog box will appear. Select the location that the document has been saved. يعني لما هحدد فتح هيظهر لي dialog box، أحدد الموقع اللي أنا حفظت فيه المستند قبل ذلك. بعد كده بيقولي locate the document. Select it by clicking once and then click open. يعني أحدد مكان المستند وأحدد بالنقر مرة أخرى وهكذا ثم أفتح إيه الملف. ناخد مع بعض الحكاية ديت. هروح على الوورد. طبعا هو بيقول لي كان هو مفتوح قبل كده، هفتح نيو بلانك عشان يديني في صفحة فارغة. أوقف بس الكامتازيا. معايا هو الوورد، هروح على الفايل زي ما قال لي، هدوس على الأوبن، هحدد مكان الملف اللي انا عايزه اروح اجيبه. ظهر اهو الديالوج بوكس، هحدد الملف اللي انا عايزاه ان انا كده حددته. وبعد كده هكليك على اوبن، هيفتح معايا الفايل اللي انا عايزاه. بعد كده بيقول لي خلاص كده انا روحت حددت كل الخطوات. هبدا دلوقتي الخطوه اللي بعد كده create a new document، ان انا انشئ ملف جديد. فبيقول لي with the microsoft word program already open select file menu then select new. يعني هروح على الوورد، هضغط على كلمه فايل او الفايل منيو، هدوس على new ومنها هدوس على blank document. كده هيتكريت عندي ملف جديد. بعد كده بيقول لي سيف ا دوكمنت، يعني عايزه احفظ الملف بتاعي. بيقول لي كليك ذا فايل تاب اند سيلكت سيف از ذات ويل اوبن اب ا سيف ديالوج بوكس، يعني انقر فوق علامه التبويب اللي هي الملف وحدد حفظ باسم سيؤدي ذلك الى فتح مربع حواري الحفظ. بعد كده بيقول لي in the save is section a tab at the top click the arrow so the drop down menu with a list of folders drive appears. يعني في قسم الحفظ في اعلى انقر فوق السهم بحيث يظهر قائمه المنسدره بقائمه المجلدات ومحرات ايه اقوى. معنى كده ان انا احضر احدد اللوكيشن او المكان اللي انا هحفظ فيه الملف التاني. بعد كده select location you want to save the document،
يعني انا بعد ما هدوس على القائمه من فوق هيظهر لي لسته بالفولدرات او الدرايف اللي انا موجود عندي على الهارد ديسك عشان احدد مكان حفظ المستند. انتر ذا فايل نيم انتو ذا فايل نيم تكست بوكس، كليك سيف بوتون تو كومبليت تو ايه بروسيس. يعني هروح على فايل وورد اللي احنا لسه فاتحينه، هروح على الفايل هدوس على سيف از، هيطلع لي الديالوج، هبراوز هنا هنا بس القائمة المسجلة اللي قال عليها عشان احدد الباص، بس انا ممكن اعملها من هنا بدل ما ادوس من فوق. انا عندي الديسكتوب او الدوكمنت فايل، يا اما اروح على السي ال دي يا اما على فليشة في اي مكان. بعد كده بيقول لي انتر انتر ذا فايل نيم انتو تكست بوكس نيم هنا في المكان دوت. هقف في المكان ده، هقول الملف بتاعي اسمه مثلا تيست 1، وانا هزيف مثلا في الدوكمنت فايل بتاعي اللي هي تكست 2 عشان في اكتر من تكست 1، هقول سيف. كده انا خلاص اديت اسم واديت مكان للمستند بتاعي. بعد كده بيقولي you can select also the file type such as PDF into the drop down list. يعني ممكن اغير نوع الملف بتاعي من وورد احوله ل PDF في القائمة المنسجلة. نروح نشوف، هنجيب تاني فايل و save as واعمل براوز. من هنا سيف اس تايب، هفتح الدروب داون ليست اللي قدامي، هختار ان هو يكون نوعه بي دي اف، واول ما هدوس سيف هيكريت ملف بي دي اف. بعد كده بيقول لي تو سيف دوكمنت اندر انذر نيم تشوز سيف اس اوبتن انستنت. يعني ممكن احفظ فايل المستند اللي انا حفظته دلوقتي، ثانية واحدة بس اوقف الكامتازي. هنا بيقول لي سيف الدوكمنت اندر انذر نيم تشوز سيف اي از اوبتين. يعني انا هروح على الورد تاني، هدوس على الفايل، انا مسميه تيست 2 اهو، هسمي تاني هحفظ، هروح ثاني هدوس على سيف از، برضو هضغط على فينج براوز. عشان اسمي التست 2 دوت اسم تاني بحيث ان انا يبقى عندي فايلين بمحتوى واحد، اسميه مثلا اختبار. يبقى انا كده لو انا كاتبه حاجه في تست 2 وعملت لها سيف باسم اخر هيبقى عندي ملفين باسمين بس محتوى الملف واحد. بعد كده بيقول لي مينيمايزربل، ان انا ممكن اخفي شريط المهام بتاعه وشريط القوائم بتاعي من على الانترفيس. رايت كليك اون ذا ريبون اند سيلكت كل ابس ذا اي ريبون. هاجي هنا على الوورد، هاجي هنا على الاوبشن بتاعي او الريبون بتاعي ان انا اعمل له ايه هايت. كده خفيت. سوري يا شباب انا اسفه، ثانيه واحده. هاجي هنا على الوورد، هدوس على البوتن اللي هو بيقول لي ريبون ديسبلاي اوبشن، هدوس على شو تابس، هيقفل معايا الريبون، انما التابس كلها تبقى موجوده بحيث ان انا لما اكون عايزه الريبون بتاع الهوم هضغط على التاب هوم هيجي لي الريبون، هضغط في اي مكان هيختفي، هدوس على الديزاين تاب هيجي لي الاوبشن بتاع الديزاين تاب، لو دوست في اي مكان هيعمل ايه اخفاء. switch between page view mode. يقول لي اول حاجة break tray out. انا عندي ممكن ان انا اخلي المشاهدة بتاعت الملف بتاعي باكتر من مشاهدة او اكتر من شكل خارجي. اول حاجة بيقول لي print tray out this view shows the margin also you may not see all the page display in the space display. يعني تظهر طريقة العرض هذه الهوامش على الرغم من انك ترى ايه الصفحة معروضة في المساحة المتاحة. أول حاجة هنا على الورد، بس ننزل التابل اللي هيبقى معانا. أول حاجة عندي جوه الفيو
عندي مجموعة فيو. أول حاجة اسمها حاجة اسمها ريد مود، حاجة برينت لاي أو لي أوت ويب لي أوت أوت لاين درافت. أول حاجة ريد مود هتخلي كل الورد عندي زي باور بوينت، عشان لو أنا عاملة برزنتيشن أو عاملة بعض التعليمات هعرض منه بدل ما أروح الباور بوينت أعرض تاني. أخرج منه إن أنا أعمل سكيب. عندي البرينت لاي أوت هيديني الشكل، ان انا لما اجي اطبع الملف بتاعي الشكل هظبط الهوام الشمال واليمين، وهو ده الشكل اللي هطبع منه. الويب لي اوت بيدي مساحه كبيره للبادي بتاع المستند بحيث ان انا اشوف الهوامش كلها مع بعض. الاوت لاين بهندل منه الملف بتاعي، عشان لو في بعض شايفين كده لو انا عملت انتر بيظهر بعض الحاجات لو انا كتبت، من هنا بقدر اظبط. حتى لو انا شايفه ان في مسافه مش عايزاها هدوس بس عليها ان انا ايه اشيلها خلاص. طيب هقفل من الاوتلون اي هنا. بعد كده هروح على الدرافت، هيديني شكل تاني للمستند بس ده خاص بتنسيقات ادفانس دلوقتي مش هنقطع. بعد كده بيقول لي ويب لي اوت خدناها، الريد مود خدناها، خلي بالكوا الريدنج لي اوت هي الريد مود، الاوتلاين خدناه. بعد كده بيقول لي سيلكت ا فيو كليك ذا فيو تاب لتحديد طريقه العرض. الاربعه اللي احنا خدناهم قبل كده هنخش على تابوب اللي هو فيو تاب، هو بيقصد هنا الاربع اوامر اللي احنا خدناها هجيبها عن طريق الفيو تاب في جروب ايه الفيو. بعد كده بيقول لي انتر تكست، ازاي احرر النصوص او اكتب النصوص جوه الفايل بتاعي. اول حاجه بيقول لي تكست ان انسيرتد انتو ذا دوكمنت تو كيرسور ايه بلانك بار، يتم ادراج النص في المستند عند المؤشر او شريط ايه الغامض. هاجي هنا وانا واقفه زي ما انتوا شايفين هنا الايه المؤشر عمال ايد بيطفي، هو ده الكيرسور بيقول عليه. بعد كده بيقول change the cursor position using a mouse click or keyboard arrow، يعني يتم تغيير مؤشر الماوس باستخدام النقر بالماوس او اسهم ايه لوحات المفاتيح اللي انا عايز اجيبه شمال يمين او اتحكم فيه. to insert a new paragraph press enter key، يعني لو عايز افتح فقره جديده هدوس انتر. بعد كده بيقول insert special characters، يعني هدخل حروف ايه من نوع رموز. to insert special symbol put the source at the discrete location and then click on the insert tab and select the symbol command. يعني انا لو عايزة احط الرموز بتاعتي هاجي هنا في الانسيرت هلاقي في الاخر موجود عندي symbol، هدوس على اي symbol انا عايزاه already هيتحصل ايه insert لي زي ما احنا شايفين كده السيمبول اللي انا عملت له ايه insert. you can select a symbol from the list for more symbol click more symbol into the document. يمكنك تحديد رمز من القائمة او مزيد من الرموز، انقر فوق المزيد من ايه المستند. طبعا لو انا عايز اضيف اكتر من شكل عندي هختار الايه ان انا اكليك عليه اكتر من مره. بعد كده بيقول the down arrow next to front section will display other front to contain symbol، سيعرض السهم الاسفل بجوار قسم الخطوط لمحتويات اخرى من الرموز. بمعنى ان انا وانا اقف هنا عندي more symbol هقدر اختار اي symbol تاني واعمل عليه ايه، اول ما اعمل insert هينزل عندي واعمل close خلاص. بعد كده بيقول select text، احدد النص ازاي. بيقول لي to apply formatting to a word sentence or even a paragraph you need to select this part، يعني لتنسيق كلمة او جملة او فقرة نحتاج لتحديد هذا الجزء اولا. ما اقدرش اعمل تغيير الخط او اعدله اللون او اعمل فيه اي حاجه الا لما احدد الفقره او الكلمه اللي انا عايزاها.
to select text click just in front of the text that you wish to select. Press shift key and keep it pressed, then press right arrow key till the end of the desired text. Finally release the shift and key. يعني صرنا نقول كل دوت، انا هروح هنا على النص بتاعي على المستند بتاعي اعمل حاجه بسيطه. اكتب كده جمله عشان احدد الفقره ديت او اغير فيها حاجه انا هحددها. فبيقول لك يا اما تقف بالماوس وبالكيبورد هتدوس على شيفت وتحدد النص بالاسهم، يا اما تقف على اول باراجراف بالماوس تكليك وتشد وتسحب الماوس لاخر الفقره، يا اما لو هتحدد المستند كله عندك كنترول اي او من الهوم سيلكت اول. كده انا حددت النص بتاعي. بعد كده بيقول لك تاني اهوت يو كان دو ذس يوزنج ماوس از اول، موف ذا ماوس بوينتر تو ذا ليفت اوف ذا تكست، كليك وانس with the left button move the mouse. زي ما انا قلت هنوقف اول الكلام من الشمال العربي التونيزي وهضغط بالبوتن الماوس واسحب كل ايه المؤشر بتاعي. بيقول لك to select all press control all، يعني بالكيبورد كنترول زائد ايه هعمل select تحديد للنص كله. بعد كده بيقول لك search for a specific word to find text in a document place the to insertion point where you want to begin a search. يعني العثور على النص في مستند ضع نقطة الإدراك حيث تبدأ، يعني عايز أبحث من فوق لتحت أحط المؤشر بتاعي الكرسور بتاعي فوق، أبحث في النص أحطه في النص. select the file comment from home tab or press control F to display to find and replace تاسك بي. يعني حدد الامر بحث من علامة التبويب الرئيسية اللي هي الهوم او اضغط كنترول اف او اعرض الجزء من السهم ايه الاستبدال. نروح كده على الملف بتاعنا. اول حاجة عندي في الهوم عندي فايند، ادي الفايند ده النافيجيشن بان اهو قلنا عليه، يا اما ادوس على الريبليس هيجي لي الفايند ادوس فايند، يا اما بالكيبورد كنترول زائد اف هيجي لي نفس الديالوج بتاع ايه نافيجيشن بي. طيب ذا تكست ذات يو ويتش تو فايند انتو تكست بوكس اند بريس انتر، يعني انا هروح هنا على الملف بتاعي هكتب الكلمه اللي انا عايزه اروح ادور عليها وليكن مثلا يو، لانها موجوده في اجزاء كتيره. شايفين اول ما كتبت يو من غير ما اعمل اي حاجه هو راح سلكت كلمه كل ما هي وحروف الواي والاو والدبل. طب لو انا عملت هنا من الفايند اللي موجوده عندي فوق انا عايزه في الريبليس هجيب كلمه فايند، واخدين بالنا انا اهو اول ما اقول فايند هيبدا هو يتحرك اوتوماتيك على كلمه ايه يو. بعد كده فايند اند ريبليس تكست ان دوكمنت، يعني انا لو عايزه ابحث واعمل استبدال الكلمه بتاعتي في الملف يقول لي place the cursor where you want to begin the search. Select replace command from the home tab or press control H to display find and replace. نفس الحكاية ان انا لما اروح هنا على الوورد يا اما ادوس على كلمة replace زي الاول هيقول لي ديالوج، يا اما control زي ما قال لي H هيظهر لي نفس ايه الديالوج بوكس. طيب the text that you wish to find and replace in the find what text box. This can be up to 55 characters in aliens. يعني ممكن تكتب جوه find what 255 حرف ده الايه طول البحث بتاعه. بعد كده بيقول لك type replacement text in replace with the text box depending on the function you wish to perform can select a function. يعني وانا فاتحة هنا انا عايزة مثلا ابدل كلمة يو بأس
بس فانا عندي هنا حاجتين، يا اما هدور كلمه في جمله معينه هي دي اللي هعمل لها ريبليس بس، يا اما هدور اخلي المؤشر السهمي بتاعي في اعلى المستند وهقول له غير لي كل ما هو يو بأس ريبليس اول. يبقى انا اللي عندي اختيارين، يا اما اعمل كلمه جوه جمله يا اما اعمل كل الكلمه على كل مستوى ايه الفايل كله. فبيقول لك فايند نيكست، فايند نيكست كورنس اوف، يعني هو ايه بيتكلم في نفس السياق اللي احنا اتكلمنا عليه. كوبي اند بيست اللي هو النسخ واللصق، بيقول لك when anything is copied it is transferred to share place called clipboard. When you issue a best comment you transfer whatever in the clipboard into the comment. ثانية واحدة يا جماعة، مش البطارية كانت هتفصل خلاص. هنا بيقول لك عندما يتم نسخ أي شيء يتم نقله إلى مكان مشترك يسمى الحفظ. عندما تقوم بإصدار أمر لصق فإنك تقوم بنقل أي شيء في الحفظ تمثل. بمعنى أنا هنا لما أخد نفس الحتة دي هاخد كده الجملة دي كلها هاخدها كوبي، هروح في مكان تاني هعمل بيست، وقتها لما افتح الكليب بورد اللي هو بيقول عليها هلاقي الفقرة اللي أنا بالفعل كتبتها كوبي اتحفظت معايا ايه في الفايل بتاعي. دي وظيفتها ايه يا جماعة؟ ان انا ممكن لما اكون اكتب باراجراف بيتكرر معايا في كل الرسائل اللي انا بعملها او المكتبات اللي انا بعملها اوريدي، اول ما بعملها كوبي واحطها لصق في مكان تاني هتحتفظ معايا، بحيث ان انا لما اجي افتح ملف جديد بدل ما اكتب الفقره دي كلها تاني لا هفتح الكليب بورد هدوس في مكان هو البيست هلاقيها نزلت معايا خلاص. بيست. بعد كده بيقول لي copy cut and paste button can be found in home tab. يعني معنى كده بيقول لي ان زرار الكوبي والقط والبيست موجودين جوه الهوم تاب في الجروب بتاعي. copy and cut comment or working on selected text so you need to discard the first. يعني تعمل اول نسخ والقص على النص المحدد، لذلك تحتاج ايه النص، تحتاج الى تحديد النص. زي ما انتم شايفين هنا معايا انا القط والكوبي مش ديسيبل انيبل بالنسبه لي، هما ديسيبل، بس اول ما هعمل تحديد هلاقي القط والكوبي بقت انيبل بالنسبه لي عشان اقدر احقق وظيفه منهم. ديليت تكست بيقول لك دوت ديليت تكست اور كاركترز سيلكت ات اند بريس ديليت اون اي كيبورد. يعني عشان احذف كلمه او حرف لازم الاول احددهم وبالكيبورد في الديليت هعملهم ايه ديليت. اندو ريدو كومنت اللي هو التراجع او الايه قلت اندو اور ريفير ذات لاست اكشن سيلكت اندو from the title bar to reduce receiver action or comment click a redo. بمعنى انا هنا في الوورد كنت حذف حرف لسه كلمة دلوقتي عشان ارجع عليها تاني هعمل اعادة، لو انا عايزة ادلتها تاني هعمل ايه redo. يبقى الاندو هيرجعني خطوة وريدو ايه يشيلها لي تاني، بس خلوا بالكم الاكشن دوت في وقت ما ايه يعني اجراء الحجز، ما ينفعش بعد يوم او يوم. بعد كده هنشتغل على التكست فورماتنج، ان انا انسق تكست. بيقول لي تو تشينج ذا فونت تايب، يعني عشان اغير نوع الخط بيقول لي يوزد باي سيلكت تكست كليك ذا فونت دروب داون منيو فروم ذا هوم تاب اند شوز ذا نيو فونت فروم ذا ليست. يعني علشان اغير نوع الخط المستخدم احدد الاول النص اللي انا عايزاه وبعد كده انقر فوق القايمه المسجله من علامه ايه الهوم. هنروح نحقق اللي هو قال عليه. اول حاجه هنصح احدد النص بتاعي، ادي الهوم تاب، هروح على الفونت تايب اهو شايفين، هفتح الدروب داون بتاعتي هختار نوع خط معين وليكن ده مثلا.
بعد كده بيقول لي to change font size عشان اغير حجم الخط. use by selected text enter the font size required into the font size field or select on the rest value from the drop down. يعني وانا محددة النص بتاعي هروح على font size هختار اي حجم خط انا عايزاه، يا اما هقف احدد الفونت سايز بتاعي واكتب انا بايديا وادوس انتر، يا اما في حاجة تانية انا عندي ايه كابيتال، يعني ايه كابيتال كبيرة شوية وصغيرة شوية. الايه كابيتال الكبيرة دي لو دوست عليها هيكبر بمقدار 2، والايه الكابيتال الصغيرة هنقصني بمقدار ايه 2 زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بيقول لي تشينج ذا فونت ستايل، ان انا اغير الستايل بتاعه. بيقول لي سيلكت ذا بولد ايتاليك اور اندرلاين ايكون فروم ذا هوم تاب. هنا احدد النص بتاعي، ادي عندي البولد ان انا بدي تخانة للحرف، ايتاليك ايتاليك ان انا بدي له إمالة، اليو اللي هو الاندرلاين ان انا ادي له خط تحت ايه الكتابة بتاعتي. بيقول لي تاني to apply subscribe or superscript ان انا اعمل، هنشوف دلوقتي ايه formatting select the descriptive text and from the font section on the home tab click the subscribe or superscribe button. هنشوف يعني ايه تطبيق تنسيق منخفض ام مرتفع. احدد النص المرغوب فيه واروح في التابة الهوم في السكشن بتاع الفونت هشوف اللي انا عايزه. هنا بيقول لي ايه السبسكرايب تكست لورد بلو ات از نورمال بوزيشن اون ذا تكست شو. واخدين بالكم هنا ان انا عامله اتش 2 او ال 2 منخفضه شويه، فهو بيقول لي عشان اطبق على الاثنين اللي هي تبقى منخفضه كده هروح على هنشوف مع بعض دلوقتي عملي احسن. عندي مثلا انا عايزه هنا هكتب رقم 1، رقم 1 خد نفس السايز بتاعي او نفس الارتفاع. طب انا عايزه اعمل له تصغير او اعمله، شايفين كده الاكس اللي هي تحتها 2 لما اضغط عليها هلاقي الواحد عندي بقى ايه زي ما احنا شايفين ان هو مش نفس البوزيشن. طيب تاني حاجه بيقول لي اللي هو السوبر سكريبت بيقول لي تكست از ريزيت ابوف ات نورمال بوزيشن اون تكست لاين لايك كذا اللي هي 1 فيرست او 1 ثيرد يعني يتم رفع النص بالشكل اللي احنا شايفينه. فانا هروح تاني على الوان وندوس على الحاجة التانية بقى فوق ايه النص. يقول لي change the font color ان انا اغير لون الخط. بيقول لي select the text and choose the font color from home tab. هاجي هنا على الوورد هسلكت نص معين، هاجي من الفونت عارف شايفين اللي تحتها اللون دوت، هفتح دروب داون هيلاقي كل الالوان المتاحة اختار لون معين وده ايه التشينج كولر. بعد كده بيقول تشينج ذا تكست كيس اللي هو الحالة بتاعت سيلكت ذا تكست سيلكت ذا تشينج كيس كومنت ايذر ميك اول ليترز كابيتال اور سمول اتش. يعني حدد النص وحدد امر تغيير الحالة مما يجعل الحروف كبيرة او صغيرة، والحالة دي يا جماعة ما ينفعش الا مع النص الانجليش فقط لا غير. يعني مثلا وانا هنشيل بس الايميل والخط اللي تحت عشان يبان والبولد. دلوقتي انا عندي مثلا كل الحروف سمول اللي هي بداية الكلام او نهايته، فهي عندنا في الحتة اللي هي الايه كابيتال اسمه اللي هي تشينج كيس هفتح كده سنتين كيس اللي هو كل الحرف الاولاني بس هو الكابيتال في كل بداية جملة. شايفين هنا كل الحروف دي كده دي كده كلها جملة، فالحرف الأولاني بس هو بقى الكابيتال، ودي كلها كده على بعضها جملة اللي هي بعدها الدوت دي بقت الحرف الأول كابيتال، ودي جملة الحرف الأول بتاعها كابيتال. فيبقى كل ما هو بعد دي نقطة هيبتديها إن هو جملة هيعمل الحرف الأول بس هو الكابيتال بقى كله سمول. طيب lower case اللي هو كل الحروف بقت سمول مفيش ولا كابيتال ولا أي حاجة. طيب الأبر كيس كل الحروف كابيتال. بعد كده عندي كابيتلايز اتش وورلد ان انا كل كلمة الحرف الاول بتاعها هتبقى كابيتال ويبقى سمول. هي دي تغيير الحالة اللي قول عليها.
طيب تكست اندنتنج بيقول لي select the paragraph you wish to indent from a paragraph section on the home tab. select a paragraph call back button to display a paragraph setting dialog box. عشان ادي حد يعني ادي مسافة بدائية الفقرة لازم احددها ازاي. ان انا احدد الباراجراف واروح على السكشن اللي هو باراجراف عند الهوم تاب هفتح اللي هو ايه الحتة دي. فانا عندي الاندنت يا اما حاجة تانية خالص. انا عندي تو بوتون اهيت اندنت ان انا ادي له اندنت اهي فهو مديني ايه بداية ايه مسافة بدائية. طيب التانية بيقول you can choose from following option left align the paragraph to the left hand merging when you enter a position. يعني عاوز اخلي الباراجراف بتاعي الهامش اليسار برقم ايه ممكن right align the paragraph to the right hand merging you want to enter a position. بمعنى وانا بحدد كده عايزاه ناحية اليمين هدوس على اللاين دوا البوتون ده عايزاه ناحية اليمين البوتون ده ناحية الشمال البوتون ده. بعد كده special determined whether the indent is to be a first line or heading indent. تحديد مقاس كلمة المسافة البدائية هي السطر الاول او مسافة بدائية ايه معلقة. بعد كده عندي حاجة اسمها باراجراف سبيسنج. ان انا عايزة اقدم مساحة للباراجراف بيقول لي ايه سوري تو كنترول سبيسنج ابوف اند بلو باراجراف بوزيشن ذا كيرسور وذين ذا باراجراف اوف ويتش تو الارت ذا سبيسنج in paragraph section of the home tab select couple a. يعني اعمل تباعد بين الباراجراف اعلى واسفل الفقرات دعم مؤشرات داخل الفقره التي تبقى ايه في الموجوده. هروح كده على word هسلكت انا عندي هنا البوتون اللي هو بتاع اللاين سبيس لو انا عايزه يبقى التباعد هقدر ان انا اعمله بالارقام زي ما انتم شايفين كده بالظبط. وزين زي ديالوج بوكس تشينج سبيسنج اسك يعني في ديالوج بوكس تاني ممكن اعمل منه حته التباعد ان انا اعمل موديفاي ذا سبيسنج بيفور افتر ار ريكويرد. هو هنا مقصود بيه اللي هو السبيس بتاعي سبيسنج او بيفور ولا افتر من لاين سبيسنج ولا ايه. بعد كده بيقول لك فورمات بنتر اللي هو نسخ التنسيق to repeat the formatting to other part of text select some text which has been previously formatted click on the format printer icon in clipboard section on home tab. بمعنى انا عندي هنا نص ان انا عملت له تأثير معين عايزة اخد تنسيق ان انا ادوس على الفورمات برينتر الموجودة عندي هات في الهوم تاب زي ما قال شايفين شكل الماوس بقى فيه مع فرشة هحدد التنسيق دوت ان انا احطه على النص ايه تاني كده ان انا خدت التنسيق دوت حطيته على النص تاني. بيقولي ذا ماوس بوينتر شيب هاز تشينج ذا شيب يعني هو بيقولك ان هو تم تغيير شكل الماوس لفرشة وحدد النص الذي ايه تريد النسخ عليه. After releasing the mouse button you can notes the formatting has been copied in the بعد تحرير زر الماوس يمكنك ملاحظة ان هو تم نسخ التنسيق على النص الجديد. بعد كده بيقول بلوت اند ايه listed فبيقول لي بلوتس ار يوزد تو سيف اوف ان امهيزنج بارت اون ذا تكست ان ليست فروم ايه such دوت اور يعني انا عندي مجموعه باراجراف عايزه اعمل لها تعداد نقفل بس الحته دي تعداد رقمي
هدوس اسلكت كل التكست. انا عندي هالبلوتس موجوده. اول ما افتح الدروب داون بتاعتها هلاقي مجموعه تعدادات موجوده قدامي، هختار اللي يناسبني. اوتوماتيك اتعمل ايه تعداد للفقره بتاعتي. You can select from a number of different plot type or create your own build. يعني يمكن اختيار عدة رموز نقطية مختلفة او انشاء تعداد نقطي خاص بك. بمعنى ان انا لو رحت هنا على الحتة دي فتحتها تاني، يقصد ان انا عندي مجموعة هنا، لو انا مش عجباني الاشكال دي كلها هدوس على define new bullet، هقول له انا عايزة symbol، هيفتح لي الانسيرت سيمبل اللي احنا كنا عملناها من قبل كده. هختار مثلا اي واحدة منهم. واقول له اوكي. واقول له اوكي. هلاقي السيمبل الجديدة بتاعتي ايه؟ تم اظهار. بعد كده بيقول لي ان كاركتر وزين ذا فونت كان بي يوزد ابل، يعني يمكن استخدام اي حرف داخل الخطوط الخاصة بك كرموز. بعد كده بيقول لي to remove bullets formatting from a list click the bullets icon more once، يعني عشان اشيل التعداد اللي انا عملته هسلكت طبعا النص الاول، واول ما اضغط تاني على البوتن بتاع البولتس هيشيل كل ايه تعداد النقط التاني. To add numbering to list repeat previous steps but click the numbering icon instead. يعني عشان اعمل تعداد رقمي هدوس في نفس المكان بس على الزرار الخاص بالنمبرنج، هفتح الليستة بتاعتي هلاقي مجموعة ارقام، شكل طبعا المشاهدة بتاعي مختلف، يا اما ارقام يا اما اي بي سي يا اما لاتين، فاختار الرقم اللي انا عايز ارقم بيه وادوس عليه. بعد كده بيقول لي to change the style bullets and numbering list the arrow to right button. يعني مثلا عايز اغير نمط التعداد او الترقيم، حدد السهم الموجود ايه على اليمين. هنا مثلا هو بيقصد في الحتة دي كده النمط بتاعي، بس طبعا هخش في ديالوج بوكس كتير، لا انا هخش من هنا. سوري يا جماعة، هختار النمبر تاني واختار النمبر مثلا new define number. انا عايزه الفونت بتاعي هديله حجم معين، اكبر الحاجة بتاعتي، عايزه اديله مثلا بولد، عايزه اديله لون، غير ايه معي. بعد كده بيقول لي this gives your list another ablets، يعني انا ممكن امنح تعداد نقطي او نمط نقطي اخر. to make multi level list select builds number of cells، يعني ممكن اعمل تعداد نقطي sub level يعني مستويات مختلفة. to make ablet bullet a higher level please shift a tab، يعني جعل الرموز النقطية مستوى اعلى اضغط على shift و tab. shift و tab طبعا ما عملش حاجة عشان انا ما عنديش ايه ليفلز معينة. بعد كده بيقول لي البوردر اللي هو الحدود، بيقول لي to add a border using a border icon click the arrow based borders and shading button from the paragraph section on the home tab the border air and shading the logbox appear، يعني اللي اضافة حد باستخدام ايقونة الحدود انقر فوق السهم الموجود بجانب الزر. يعني انا عندي مثلا نشيل بس التعديل بتاعنا، عندي الفقره دي عايزه اديها حدود، فانا عندي هنا ادي البوردر بيقول عليه الموجود في جروب الباراجراف، هدوس كده هدوس مثلا اللي هو اوت سايد بوردر كده، يبقى انا عملت حددت الباراجراف في شكل ايه حدود. بعد كده بيقول لي select the border tab within the dialog and modify the following sentence، يعني حدد علامة التبويب ضمن مربع حيوان يكون بالتعديلات ايه الاتية. اول حاجة بيقول لي setting defines what kind of border we will use choose from box shade to 3D or a custom، يعني الاعدادات بتحدد نوع الحدود التي تستخدمها واختارها من ايه مربع. يعني انا عندي هنا
هختار مثلا، اختار من الحته دي احسن. مش عايزين نخش في الدمجه ديت. سوري، هنروح على البوردر اند شيدنج، هحدد هنا اللاين اللي انا عملته بره عايزاه من نوع ايه، ممكن مثلا دوت، عايزه اللون بتاعه يبقى لونه ايه، ولو دوست اوكي بتطبق معايا الاشد الافكت اللي انا عملته او التاثير اللي عملته. ستايل كولر اند ويدث اللي عملنا دلوقتي، اللي احنا غيرنا شكل الخط بتاعه والنوع والحجم بتاعه. بريفيو شوز افكت ان بريفيوس فورماتنج، يعني هو بيقول لي اعمل معين قبل ما اعمل اوكي. نرجع تاني هنا، سوري، بوردر اند شيدنج في المعاينه، شفت اهوت الحاجه الحدث اللي انا عملته، بحيث ان انا لو ما عجبنيش اقدر اغيره وانا ايه واقفه. بعد كده بيقول لي to remove a border from an object select it then click the arrow based from border icon and select no border، يعني عشان اشيل البوردر اللي انا عملته الكائن دوت هحدده الاول وبعد كده اروح على نفس المكان انا محدده واروح تاني على البوردر. يلا بقى border and shading، واجي هنا اقول له no واقول له اوكي، كده اتشال معايا البوردر بتاعي. If you want to remove only a part on the border like top or left choose a corresponding menu item A from list، يعني مثلا لو انا جيت هنا وعملت اندو، فانا عايز اشيل مثلا الليفت والايه والرايت، هروح على تاني البوردر اند شيتنج وهاجي من هنا من الحته ديت، هشيل الرايت واشيل الليفت واقول اوكي، اصبح عندي البوتن والاب هو بس موجودين عندي. To add a page border open the border and shading dialog box and select the page border tab select required setting style and color and click OK. يعني لو عايزه اعمل حدود كامله للصفحه كلها مش فقره معينه، هروح تاني على البوردر اند شيدنج، وقتها ساعتها هختار البيج بوردر، هختار البورد اللي انا عايزاه مثلا، نشوف بقى ايه مثلا الشكل ده، واول ما اعمل اوكي هلاقي بقيه الصفحه هي اللي ليها حدود مش النص بتاعي. To add shading select the text or other object you wish to format from it in the paragraph section of the home tab click arrow E. هنشوف دلوقتي انا عايزة النص بتاعي دوت يبقى ليه شيلين، هروح على وقال لنا نروح على فين بس عشان ايه، شيلينج ايكون اهيت، لو شاورت كده نخلينا في نص ايه هيجي هنا كده، ادي الشيدنج اللي قال عليه، هفتح البوكس بتاعه وادي لون، هو ده الشيدنج اللي هو عمل لي ايه لون الخلفيه بتاعتي. خلاص كده يا جماعه، كده نكون خلصنا الجزء الاول من الشابتر رقم 2. انا القاكم على كده في الشابتر رقم، في الجزء الثاني من الشابتر رقم 3.